في الحقيقة الأيام اللي بيكون فيها افتتاحات لمشروعات في القطاعات التنموية والخدمية بتكون أيام كلها طاقة إيجابية وإحساس بأننا بنجني ثمار التعب والمجهود اللي اتعمل في السنين اللي فاتت. امبارح كان في افتتاح لمشروعين في منتهى الأهمية، مشروع محطة عدلي منصور المركزية، ودي أكبر وأضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط. يعني إيه محطة تبادلية؟ يعني تقدر من خلال هذه المحطة إنك تستقل واحدة من 7 وسائل مواصلات مختلفة عشان تقدر توصل للمكان اللي انت عايزه، سواء بقى كان هذا المكان في القاهرة أو في الأقاليم. حقيقة شاذلي، الحقيقة أنه يعني مشروع زي ده خلاني أحس أنا شخصياً امبارح بالفخر، وخلاني أتأكد أن احنا بقينا بنلاقي حلول جذرية لمشاكلنا اللي التكدس أو الزحمة كانت واحدة منها. احنا في مصر بقى عندنا دلوقتي وسائل مواصلات جماعية على مستوى عالي جدا من الكفاءة والسرعة وجودة الخدمة، وزي يمكن ما شاذلي كان بيتكلم مع حضراتكم، المحطة دي فيها 7 وسائل نقل، أولهم خط سكك حديد القاهرة السويس اللي كان بيبدأ من عين شمس عشان تخفيف الزحمة، أصبح الخط بيبدأ من محطة عدلي منصور. تاني حاجة إنه المحطة دي فيها الخط الثالث للمترو، وده غير كمان انه بقى فيها موقف سوبر جيت، في خطوط للربط مع المطار، مع الطريق الدائري، مع مواقف الاقاليم في السلام والعبور، في كمان القطار الكهربائي الخفيف اللي تم افتتاحه امبارح. يا شاذلي، بمناسبه الحديث عن القطار الكهربائي الخفيف، احنا بنقول ان في طفره في وسائل النقل في مصر. امبارح شفنا الافتتاح على مستوى مبهر جدا في شكل المحطه والقطارات، تحس انت داخل مطار مش داخل محطه قطار. طبعا كل وسائل الامان والراحه متوفره، هيكون في مول تجاري كبير جدا، حتى المحطات اللي هيمر عليها هذا القطار الكهربائي الخفيف هيتم استغلالها لتعظيم العائد الاقتصادي من خلال طبعا مشروعات في هذه المحطات. طبعا ده كله بيساعد في التوسع العمراني، لانه القطار ده هيربط القاهرة بالمشروعات اللي اتعملت في شرق القاهرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد كبير من المدن الجديدة زي بدر والشروق والعاشر من رمضان، هليوبلس الجديدة والمستقبل، وده هيسهل كتير من حركة المواطنين. صحيح، المشروع ده بقى وغيره من المشروعات مهم جدا نفهم ايه الهدف منه. هذه المشروعات وغيرها من مشروعات النقل الجماعي الهدف منها ان الناس تقدر تستخدمها وتخفف الزحمه، زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم على سبيل المثال، في ناس تقدر دلوقتي تسيب عربيتها الشخصيه تتحرك من خلال القطار السريع او المونوريل او الاتوبيسات التردديه، لانه ببساطه الخدمه هتكون اوفر واسهل واريح بكتير جدا. عشان كده محطات القطار السريع عملوا فيها جراج للسيارات، يعني ممكن نسيب عربياتنا في المحطه ونقدر ناخد القطر لحد العاصمه الجديده او اي مدينه ثانيه زي بدر او الشروق. اللي بيحصل ده هو جزء من كل، يعني اللي جاي كمان لسه مستنيين اكتر، واعتقد هيكون في فرق كبير. احنا بالفعل ابتدينا ان احنا نحس بفرق كبير جدا في الطرق وفي الزحمه وفي الطرق الرئيسيه اللي احنا كنا بنتعامل عليها كل يوم. انا يعني يقيني بالله ومتاكده انه بهذه الخطى الثابته اللي احنا ماشيين عليها اللي جاي احلى بكتير ان شاء الله. بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعاده، وصباح الخير يا مصر.